سؤال تاني يا شيخ لو سمحت. نعم. انا جوزي ما بي امي ما بيعرفش اسمه، يقرا ولا يكتب. عفوا، اسمه زوجي مش جوزي، تقديم الجيم على الزاي غلط. زوجي نعم، ما له؟ امي مش بيعرف يقرا ولا يكتب. نعم. وانا ختمت القران مره، نعم، فانا ماشيه بس الختمه التانيه هو بيعيني على الحفظ في كل حاجه. ينفع يعني مثلا اقول مثلا الختمه دي له هو؟ لا. هل يجوز لامرأة أن تقرأ القرآن وتهب ثواب هذه القراءة لزوجها؟ لم يرد. لم يرد. شكرا.